اللهم صل على الحبيب زوجة ماما اللهم صل حبيب وقت الله اللهم اغفر خاطر والدي واجعلهم في على الجنان مع الحبيب العدنان يرتلان القرآن ما شاء الله. إذا تركت الرز مسخنة أو ميكروويف أو حطه في صينية أو حلة ونحط عليه شوية حليب بسيط أو مية تسخن ونهد عليه أو محشي كذلك. الله 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 الله, الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر خاطر والدي واغفر ذنبي. ان شاء الله. بسم الله.